السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبير عمي طيب لباس عليك. أهلا وسهلا بك الرجل الفاضل. كبير مع الصحيحة بخير. الحمد لله مولاي. الله إلا توحشتك ودي عمي طيب بزاف. أكرمك الله خويا وحافظك الله ورعاك الله. الحمد لله. وكان نبغي واحد الدعوة لهاد المغاربة اللي كيعيشوا هاد هذه الفترة هذه. كنتمنى من الله تعالى يرفع لنا هذا الوضع عمي طيب. وصراحة والله إلا ما زادتنا إلا حبا في الله. بينا كنتعلموا الدين ديالنا وبينا كنديروا شوية قيم الليل وكنجتهدوا والحمد لله استفدنا من الحجر الصحي الشيء الكثير. استفدنا منه. لكن بعض الناس ربما كيبان لهم الحجر الصحي هو عبارة عن قيود وعن ضغوطات وكاين اللي وقع له اضطراب نفسي وكاين اللي وقع له خوف. انت الحمد لله الرجل المؤمن كنستافدوا منك دائما. اعطينا واحد الصوره جميله هذا الحجر الصحي باش ممكن نستافدوا منه عوض ان يكون صوره سلبيه يصبح طاقه ايجابيه. والله عمي طيب ما هذه ماشي هذه محنه، هذه منحه من عند الله عز وجل باش نتقربوا منه ونحاولوا ما يمكن داكشي اللي ضيعنا اللي كنا كان غير في الزنقه غير كندوروا غير كنجريو. الحمد لله ولينا غير في البيوت الحمد لله سديت هذيك الموحله ديال عمي طيب مع دابا الدري عاود داكشي مابقاش اللي غادي يديه. واللي غير قال سنه والوليدات وكنجتهدوا وكنديروا شويه قيم الليل. والله يا ودي عمي الطيب الصدق اللي كيخمم فيه الانسان وكيقول لك الجوع عمر شي حد ما غادي يموت في الجوع وعمر شي حد ما غادي يموت في الجوع. فعلا الناس كي الحمد لله لاحظنا واحد الملاحظه عمي طيب هي كثروا في اعمال الخير بزاف ولو الناس كيلقوا الجمعيات تحركوا الناس هذوك كيلقوا على بعضياتهم وهذا كيعاون هذا وهذا كيساعد هذا. وتحيه كبيره لاعوان السلطه ديال الاقليم الرحامنه. انا ما خصني حتى شي حاجه راه كنقول كلمه الحق كنشهد بها. انا ما كنطمع حتى شي واحد شي حاجه غير الحمد لله المواد التعقيم اللي كيجي كزورنا في الحي ودوك الشيخ والمقدم كيجي وما بقاش داك الكثير هذا عمي طيب الناس كيجتمعوا ان الشيخ والشيخ والمقدم كيجي يدقوا عليك في الباب ديال الدار ديالك كيحطوا لك الامانه ديالك كيمشيو. هذا فضل من الله عز وجل. هذه صوره جميله من السلطه المحليه في خدمه الشعب. والله الا صوره جميله الحمد لله كنفتخروا بها. والله الا اشهد بها امام الله. والله الا كنشهد بها امام الله الا كيجيو التجمعات ما كايناش والحمد لله الاصوات كلها سدت. هذاك الاسبوع ما كيعمرش كل حي كيستافد من الناس ديالو كل حي دابا تقريبا عمي طيب دوك الناس فرقوهم اللي كانوا في الاسواق. اصبح دابا الخير موجود. ها هو دابا انا خير الله خرج دابا تقديت شي شويه الحوت موجود الحمد لله خضره في الثمن ديالها الاسعار ما تحركاتش. داكشي اللي كنا ناخذه في الايام العاديه كناخذه في زمن كورونا. غير الانسان يتحلى بالصبر ويتقرب من الله عز وجل ويحاول يبكي ويرفع واحد الدعوه وما ننساش في الذكرى ديال عمي طيب. بزاف ديال الناس كيقلدوني وكيقول لي سلم على عمي طيب بزاف منهم الحاج طيب. الحاج طيب الله يجازيه بخير حتى هو راه من رجل من اهل الخير وكيسعف هذاك وكيدق على الناس وكيسعف هذا الخير. والناس الحاج صالح حتى هو وبزاف ديال الناس كيسولوني اللي نسيتو اسمح لي غادي نرفع واحد الدعوه عمي طيب ان تكون مقبوله عند الله عز وجل. اللهم نسالك يا كريم ويا رحمن يا وهاب يا رزاق يا ودود ان ترفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب يا كريم يا ذا الجلال والاكرام. يا رب نحن عبادك المستضعفين ونطمع في رحمتك وفي جلالك وفي جودك وفي كرمك. يا الله يا الله يا من يجيب الدعوات سواه. يا رب نتقرب اليك سبحانك من اله جل وعلا وعذب اسمه في الافواه وحلا. سبحان من قام له القائمون وسام له الصائمون وذكره الذاكرون. سبحان من بكت بخشيته العيون. سبحان من قام له القائمون وصلى له المصلون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم احفظ سلطان المحبوب الملك محمد السادس. اللهم احفظه حفظا يا ربي يا كريم. الإنسان اللي كان أول ما فكر هو في الرأسمال البشري فكر فينا واستفدنا من الدعم ديالو وشنا داك التآزر بيناتنا. الحمد لله لقينا واحد الصدر حنون عندنا مليك الحمد لله نفتخر به. عاد عرفنا قيمة المغرب ودي عمي الطيب وعاد عرفنا القيمة ديالو. حنا بلد نحسب عليه والله إلا عاد عرفنا قيمة المغرب ودي عمي الطيب. وشكرا لك الحمد لله. وتحية ليك وللوليدات وراسي محمد طيب الوليد الصغير ديالي راه كيسلم عليك.
بارك الله فيك مولاي، بارك الله فيك مولاي. الله يحفظك ودي عمي طيب، والله يجازيك بخير. شكرا لك عمي طيب. كنشكرك سي عبد الاله على كل هذه الكلمات الطيبة والكلمات المؤثرة، جزاك الله عنا ألف خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.